قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عنوان خطابنا اليوم تكاليف النصر ودور الإعلام في نصر الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر ليس مجرد هبة بدون مقابل، لا بد له من تكاليف، وتكاليفه نصرة الله تعالى بنصرة دينه ونصرة شريعته والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى. هذه هي نصرة الله تعالى. يدل على ذلك قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وفي قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يقول ابن القيم رحمه الله: وعد الله سبحانه وتعالى أن المؤمن منصور ومؤيد وغالب، وعهد الله تعالى ووعده لا يخلف. فمن أين تأتي الهزيمة؟ بضعف الإيمان، ومن فعل المعاصي. إذا فعل العبد المعاصي فهو الذي جعل للكافرين عليه سبيلا بمقدار ما ضعف من الدين، بمقدار ما ضعف من الإيمان، بمقدار ما فعل من المعاصي. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والمقصود بالإيمان هنا كماله وليس نقصانه، لأن الذين انكسروا في أحد كانوا مؤمنين لكنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى فيهم: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. المؤمنين هنا في هذه الآية
غير المؤمنين هناك، في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص قائدا على القادسية، أعظم معارك المسلمين مع الفرس، وأرسل إليه كتابا فقال له يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. يا سعد إني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك يا سعد أنت ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من أعدائكم، فإن معاصي القوم أشد عليهم من أعدائهم، فإنما نحن ننصر بطاعتنا لله تعالى وبمعصية عدونا لله، وإلا كانت لهم الغلبة علينا، فإن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، ولا تقل إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فربما سلط على قوم من هم شر منهم، كما سلط الله تعالى على بني إسرائيل المجوس عبدة النار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا والسلام. إن معاصي القوم أشد عليهم من أعدائهم، وإلا ننصر عليهم بطاعتنا فلن نغلبهم بقوتنا، هذا هو مضمون الرسالة، وإلا نغلبهم بطاعتنا فلن نغلبهم بقوتنا، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم. هذا وينبغي ويجب على الإعلام المسلم أن ينصر الله تعالى وينصر دينه وينصر شريعته، وأن يكون هناك إعلام قوي محق يصل هذه الأمة بربها ويؤكد على هويتها المسلمة. ولقد كان الإعلام قويا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوى منه ما كان من القرآن، فإن جواب القرآن على بعض الإعلام الموجه من المشركين كانت ردودا مفحمة تسكت وتخرس المشركين. وقف أبو سفيان بعد غزوة أحد يقول أعل هبل، إعلام أعل هبل، فقال النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ لابد من رد على هذا الإعلام. ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم؟ قال لهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يوم بيوم بدر والحرب سجال، ماذا نقول يا رسول الله؟ قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. الأخنس بن شريق انفرد بأبي جهل وقال له يا أبا الحكم أتقول أن محمدا كاذب؟ قال لا والله لا نقول أنه كاذب، ولكننا وبنو عبد مناف كنا كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وحملوا فحملنا، فقالوا منا نبي وأنى لنا بذلك، تفاخروا علينا بأن منهم نبي، نجيب إحنا نبي منين عشان نتفخر به؟ وهو يقر أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بكاذب. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الذي أقر على نفسه وأقر على النبي محمد أنه ليس بكاذب في غزوة بدر ماذا قال؟ قال بيان إعلامي: اللهم انصرنا على محمد وأصحابه. في بداية المعركة كيف قالها؟ قال: اللهم أأتانا بما لا نعرف وأقطعنا للرحم فأحنه الغداة، يعني اهلكوا في هذه الصبيحة. الجواب يأتي من السماء: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هو بيستفتح على النبي محمد فقد جاءه الفتح، لكن بالتهكم فتح بنصر المؤمنين. كثير أقر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة لكنه لم يتابعه. عتبة بن ربيعة أبو الوليد والوليد بن المغير قالوا: القرآن ليس بسحر وليس بشعر وليس بكهانة، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وأبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذا أبو جهل يقول أن محمد ليس بكاذب. ويقول هرقل لأبي سفيان: إن كان ما ذكرت حقا فإنه سوف يملك موضع قدمي هاتين، وهو في الشام، ولئن استطعت أن آتيه فأغسل عن قدميه لفعلت. لكنه لم يفعل. كل هذه شهادات. صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقابله عمي وأبي، أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر، سمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم. قال: هل تثبته؟ هل تعرفه؟ قال: نعم. قال: ماذا أنت فاعل؟ قال: أعاديه ما حييت. ده منطق؟ ده عقل؟ بعد ما قال هو هو وأثبته وعرفت أنه هو ده النبي المبشر به في التوراة يقول أعاديه ما حييت. فلما انضم إلى قريظة في نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحكم على رجالهم بالإعدام، وقف يقول بيان إعلامي: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. الكذاب، ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل بعد ما قلت هو هو؟ هل تعرفه؟ هل تثبته؟ بعدين يقول بيان إعلامي: وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية مكونة من 8 أفراد على رأسهم عبد الله بن جحش. السرية استخباراتية واستطلاعية لتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش، هينزلوا في منطقة اسمها نخلة ويرصدوا معير قريش اللي داخل واللي خارج، ويبعثهم بيان للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا للقائد السرية عبد الله بن جحش، وقال له: لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، تمشي يومين وبعدين تفتح الكتاب. لماذا هذا الإجراء؟ لأن المدينة فيها يهود وفيها منافقون، لو تسرب الخبر لاتصلوا بأهل مكة من المشركين وقالوا لهم: يا جماعة ده جاي لكم سرية من 8، اطلعوا اقتلوهم، يطلع لهم 100 200 مثل سرية عاصم بن ثابت بن عاصم أو عاصم بن ثابت، لما طلعوا 10 طلع عليهم 200 من بني لحيان
قتلوا منهم 7 وأسروا خبيب وابن الدسنة. يبقى الإجراء السليم يكون في سرية، هذه سرية استطلاعية استخباراتية. عبد الله بن جحش فتح الكتاب وقرأ ما فيه وفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا في منطقة نخلة، إلا أنهم وجدوا عيرا لقريش بحراسة 4، عمرو بن الحضرمي وأخوه نوفل والحكم بن كيسان وواحد كمان بـ4. عزم أهل السرية أن يأخذوا هذه العير غنيمة ويأسر هؤلاء. قتلوا عمرو بن الحضرم وفر نوفل أخوه وخدوا 2 أسرى ورجعوا فين؟ رجعوا للمدينة. إلا أنه قد حدث خطأ، خطأ غير مقصود. عبد الله بن جحش ظن أن هذا اليوم الذي هجم فيه على القافلة أول يوم من شعبان، ظنوا كده، فطلع إنه آخر يوم في رجب، ورجب من الأشهر الحرم محرم فيه القتال، يعني خطأ غير مقصود. لكن الآلة الإعلامية في قريش ومكة أخذت تحرض العرب ضد المسلمين وتقول حرمة الشهر الحرام، أنهم اخترقوا حرمة الشهر الحرام، محمد وأصحابه اخترقوا حرمة الشهر الحرام، وعملت الدعاية ضد المسلمين أنهم لم يحترموا الشهر الحرام، اللي هم بيقولوا أنهم على دين وأنهم بيحترموا الأشهر الحرم وبيحترموا حرمات الله، وكانت مادة سائغة عندهم للتشهير بالمسلمين، ونسيوا من الجرائم اللي هم عملوها أمام مثل هذا الخطأ. كما أنك لو فعلت خطأ ما فقيل لك أنت فعلت كذا، فتقول للقلب ما أنت عملت 10 منه، يقول لك لا، أصل أنت بتقول أنت ملتزم، أنا مش ملتزم، أنت سنة أنا مش سني. وكلاهما مكلف أمام الله، وكلاهما مسؤول أمام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن جحش: أنا لم آمرك أن تقاتل في الشهر الحرام. وصارت أزمة حقيقية بسبب هذا. ينزل القرآن يفرج عن أهل السرية ما هم به. قال تعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بيحابي حتى المنتسبين إليه، مش بيحابيهم، والخطأ بيقول عليه خطأ، قل قتال فيه كبير. لكن انتوا نسيتم أمام هذا الخطأ الجرائم اللي انتوا عاملينها، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. لا أقول 5 جرائم، بل 5 أنواع جرائم تستروا بانتهاك حرمة، وقع خطأ ليس عن عمد وتستروا وراه ونسيوا الجرائم. أصل أنتم حاصرتم مدينة الإعلام، أصل أنتوا حاصرتوا مدينة الإعلام، وكل الإعلام أصل أنتوا حاصرتوا مدينة الإعلام. يعني أنتوا ضربتوا بالخرطوش وبالرصاص الحي وقتلتم، وفي سابقة غير مسبوقة جبتوا بالتوزر يشيل بوابة القصر. هذا لم يحدث في جزر القمر، فضلا عن بلد لها حضارة وعراقة في التاريخ، هذا لم يحدث. لا، أنتوا حاصرتوا مدينة الإعلام، انتوا انتهكتم الاشهر الحرم، والجرائم كثيره لكن ناسي الجرائم. فلا بد من اعلام يحق الحق ويبين كما بين القران. ويسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، لكنكم نسيتم الجرائم، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قسم الغنائم على السرية، وأرسل أهل مكة ليفتدوا الأسيرين كمان،
لكن اللي سر هذا عنهم القرآن. أقوى مادة إعلامية ترد على المخالف القرآن الكريم. هذا وينبغي على الداعية أن يفطن إلى إعجاز القرآن في دعوته وفي نصرته للدين. القرآن له إعجاز بياني ولغوي، وهذا يعرفه أهل هذا الفن بتاع اللغة، وله إعجاز علمي يعرفه علماء الطب والجيولوجيا والفيزياء والكيمياء، وله إعجاز تشريعي. الإعجاز التشريعي يتمثل في ماذا؟ لما انتشر مرض الإيدز عرف العالم فضل الإسلام في تحريم الزنا واللواط، ولا تقربوا الزنا، هذه الآية تمنع من وجود الإيدز وسائر الأمراض. ولم تنتشر الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت من قبل في أسلافهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حدث انهيار اقتصادي في أمريكا قالوا الحل أن تكون الفايدة صفر، الفايدة صفر، وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني كل ما يقع مشكلة يجدوا في الإسلام الحل. في بعض الدول الأوروبية لما استحالت العشرة بين الزوجين قالوا الحل يبقى الطلاق، لأن البديل صعب، البديل يا إما واحد يقتل الثاني يا إما الخيانة. أيهم أفضل، القتل ولا الخيانة ولا الطلاق؟ بعض الدول الأوروبية شرعت الطلاق وقننت الطلاق إذا استحالت العشرة بين الزوجين. في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أصبح عدد النساء ضعف عدد الرجال، فقعدوا يفكروا حل العنوسة كيف؟ كيف ديت هتلاقيها في الإسلام؟ فالبعض قال كل واحد من الألمان يجوز اثنين، الآخرون قالوا إيه؟ قالوا إحنا لو عملنا الحل ده يبقى الإسلام انتصر على المسيحية، ونحن لا نقبل أن الإسلام ينتصر على المسيحية. طب أنتوا شايفين إيه الحل؟ قالوا المرأة التانية نخليها صديقة أو عشيقة، هو ده الحل عندهم عشان ما يبقاش الإسلام انتصر على المسيحية. تبقى الزوجة يبقى المرأة التانية يا صديقة أو عشيقة. وأطفال غير شرعيين أعداد كثر في أوروبا، في كل الدول الأوروبية نتيجة هذا الحل عندهم. فما من مشكلة عند الغرب أو الشرق إلا وحلها في الإسلام. في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1919 سن الكونجرس قانون تحريم الخمر، وواجهوها جوا وبحرا وجوا وبرا، $60 مليون للدعاية، $400 مليون مصادرة، و300 نفس إعدام. ظلوا كم سنة؟ 14 سنة. من 1919 لحد سنة 1933 والولايات المتحدة تحرم الخمر وتجرم شرب الخمر، وقد سبق إلى ذلك الإسلام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. في كاراكاس عاصمة فنزويلا انعقد مؤتمر دولي سادس لمكافحة الإجرام سنة 1980. هذا المؤتمر قرر ان عقوبة السجن ليست بعقوبة،
المؤتمر هذا سنة 80 قرر أن عقوبة السجن ليست عقوبة، لأن السجن أصبح فيه كانتين ومكتبة وبيعرض عليهم أفلام وعايش يمين، وبيدخل مجرم صغير يطلع مجرم كبير لأنه عاشر المجرمين فخد خبرات أعلى، فليست هذه عقوبة. وإن كانت عقوبة فهي عقوبة لأهله زوجته وأولاده الذين حرموا منه، وإن كان طالبا فشل في دراسته، وإن كان تاجرا كسبت تجارته، وإن كان فسدت حياته، فهي في الحقيقة ليست عقوبة. في الغرب اللي قرر الكلام ده، والبعض قال يبقى البديل عقوبة الجلد، لأن الجلد فيه إيلام وتعذيب للبشر اللي هم أجرموا، فيبقى فيه رافع، ولكن هذه العقوبة ليست فيها رافع. هذا الذي قرره المؤتمر سبق به الإسلام، والزانية والزاني فاجلدوا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا، وفي شرب الخمر أيضا الجلد. في المنيا من محافظات مصر في أيامنا هذه الأخيرة قاضي قضى بجلد شارب خمر. المنظمات المجتمع المدني صارت، وحافظ أبو سعدة قال هذه مهزلة، هذه مهزلة، حكم الله مهزلة، وأنت تنتمي إلى الإسلام وربما تصوم رمضان وربما تصلي وربما تحج وتعتمر ثم تقول عن حكم الله هذه مهزلة. الغرب لما يقول بها نحترم الغرب، لما القرآن يقول بها نقول هذه مهزلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عمل إحصائية بين أربع دول في عدد الجرائم في هذه الدول، وكانت الدول السعودية ومصر وأمريكا وروسيا، فكانت النتيجة إن أقل الدول في عدد الجرائم السعودية ثم مصر ثم أمريكا ثم روسيا، بالاستقراء أنه كلما كانت الدولة أقرب إلى الشريعة كلما قل فيها عدد الجرائم، ده النتيجة. يقولون الحصانة، والحصانة تنافي العدالة، الحصانة تنافي العدالة، والحصانة تجعل فئة من المجتمع فوق القانون وفوق التشريع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع ولاة الأقاليم ومناديب عن الأقاليم، إقليم مصر وإقليم العراق والشام، وقال للمناديب عن الدول هذه: أيها الناس، أنا لم أرسل إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، لكن أبعثهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل فيه غير ذلك فليرفعه إليه فلأقصنه منه. قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، أحدنا يؤدب رعيته أتقصه منه؟ قال: وما لي لأفعل ذلك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. يعني ما كانش في حصانة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. وابن عمرو بن العاص لما ضرب القبطي وقال له: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، وضربه بالجلد، ورفع الأمر إلى سيدنا عمر، قال: اضرب ابن الأكرمين يا عمرو، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار.
عمرو بن العاص لم يكن معه حصانة ولا ابن. والمرأة المخزومية أراد أسامة أن يشفع لها في الحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، يعني ما حدش معاه حصان. جبل بن الأيهم ملك من ملوك العرب أسلم، وهو يطوف حول البيت داس أعرابي على ردائه فلطمه جبل على وجهه. الأعرابي طلب القصاص، يتحايل عليه خد فلوس، مش عاوز فلوس. طب اعف عن الراجل، لا مش عاوز اعفو. فرفع الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب، فوجد الأمر هكذا، قال: القصاص. فقال له جبلة: يا أمير المؤمنين، أنا ملك وهو سوقة، يبقى في قصاص بيننا؟ قال: إن الإسلام قد سوى بيننا، يعني برضه معهوش حصانة. وأنت تجد الآن الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية أغرت البعض على أن يفعلوا جرائم وهم فوق القانون ولا يحاسبون، وبعضهم يسرق أراضي الناس ويغتصبها ومعه حصانة. وفي العهود البائدة كان بعض الناس من معهم حصانة يحمل في حقائبه أشياء ممنوعة، وممنوع فتحها لأن معه حصانة، فإن الحصانة تغري بالجريمة لأنه فوق الشرع وفوق القانون. وليس في الإسلام مثل هذا، إنما كل الناس سواسية أمام الشرع وأمام القانون. لا فضل لعربية على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا، ومن بعد العسر يسرا، ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا. اللهم وفق رئيسنا بتوفيقه، وأيده بتأييده، واجعل له البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي عداوتك من عاداك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول الصلاة.